يعطيكم العافية. ردينا وفرنا تشكيلة مميزة من سكاكين شركة كولد ستيل، من ضمنهم فئات الأنصال الثابتة بالإضافة إلى المطويات. بعض الموديلات كانت خالصة ردينا وفرناها، وبعضهم سوينا عليهم ريستوك أو زدنا المخزون الموجود. بخصوص السكاكين الموجودة، في عندنا الروتش بيلي، راح تكون سكين بمعدن ستان ستيل بطول 4.5 إنش، أيضا سكينة الفيليه من فئة الكوميرشال سيريز بطول 6 إنش. المميز فيها مقبضها مريح بالإيد، زائد أنه ما يزلق من إيدك أثناء الاستخدام، وهذا شيء ممتاز بمقابض الكولد ستيل. وأيضا عندنا البيرينج نايف بالحجم الصغير من نفس الفئة الكوميرشال سيريز، بالإضافة أنها نفس المعدن 4116. بخصوص باقي الأنواع، ردينا وفرنا بداية الميني تاك. بخصوص هذا السكين، راح تكون بحجم مميز مريح بالإيد، تقدر تستخدمها كنيك نايف، وراح تكون بمعدن 8CR13MOV من الستانلس ستيل. أيضا توفرت الميني ليذر نيك. بخصوص هذا السكين، راح تكون بنفس المعدن 8CR13MOV، تقدر تستخدمها عدة استخدامات من ضمنهم النيك نايف، ومتوفرة بقصتين، هذه القصة الأولى وأيضا متوفرة بقصة التانتو، فتقدر تختار على حسب الشكل اللي تبي. بخصوص فئة ذا سبايك، هالمرة وفرنا الأربع إصدارات، فعندنا أول إصدار منهم وهو إصدار التانتو، ثاني إصدار إصدار الدروب بوينت، أيضا قصة البوي، بالإضافة إلى آخر إصدار منهم هو إصدار سبايك طوكيو. طبعا اللي يميز هذا السكين، أول شيء حجمها، بالإضافة إلى حجم النصب، هذا اللي يميز سكاكين السبايك بشكل عام، بالإضافة أنهم من معدن ستان ستيل 4116. طول النصل بالسكاكين هذه راح يكون 4 إنش، ومتوفر هالأربع قصات اللي شايفينهم قدامكم، تقدرون تختارون على حسب الموديل اللي يناسب. موديل كوبون بقصة التانتو، سكين ممتازة بالتصميم بالإضافة إلى الأداء، راح تكون بمعدن الـ AOS 8، بالإضافة إلى هذا الإجعاب راح يكون معاه كلب تقدر تستفيد منه. الموديل الثاني اللي عندنا موديل التانتو لايت. بخصوص هذه السكين، عليها إقبال جدا عالي، تصميمها مميز، وراح تكون بمعدن 4116 ستان ستيل. آخر موديل عندنا من الأنصال الثابتة هو سكينة SRK بمعدن VG10 سان مي. راح يتكون هذا المعدن من 3 طبقات بالنسبة للنصل. طول السكين راح تكون 6 إنش بقصة البوي، قصة جدا مميزة من سكاكين كولد ستيل، وتنفع بعدة استخدامات بالإضافة إلى استخدامات البوشكرافت. الحين بننتقل معاكم إلى تشكيلة المطويات، وتشوفون اللي يناسبكم من التشكيلة. بخصوص المطويات، التشكيلة اللي توفرت كبيرة، لكن أغلب هذه الموديلات كان أوريدي للحين متوفر مو خالص، سوينا رستوك عليهم، وفي موديلات غيرهم كانوا خالصين. بنعطيكم فكرة بس بسيطة عن هذه التشكيلة. من الأحجام الصغيرة بداية عندنا التفلايت الهولد أوت، بعدها ننتقل إلى الجنسايت والAD15 لايت، كلهم من الفئات الاقتصادية من شركة كولد ستيل. أيضا الفويجر بعدة قصات، التانتو والقصة العادية أو الدروب بوينت راح يكونون بمعادن ستانلس ستيل AOS 10. بخصوص التشكيلة هذه كاملة، راح تكون تشكيلة من المعادن المميزة وهو معدن S35، يفيدك بعدة استخدامات وراح يكون جدا ممتاز معك.
فعندنا موديل الـ AD15، الكود 4 بأكثر من قصة، الريكون 1 بأكثر من قصة، أمريكان لومن والألتيميت هنتر، بالإضافة إلى SR1 بقصتين مختلفين، AD10 تانتو، وأيضا البوش رينجر، كلهم بمعدن الـ S35. تختلف القصات، الموديلات، الأحجام، وكلهم يعتبرون أدائهم مميز بالاستخدام. وهذه آخر تشكيلة من المجموعة اللي توفرت اليوم، وخلكم معانا لنهاية الفيديو عشان تشوفون السكين الموجودة فوق. بداية ردينا وفرنا المايكرو ريكون، سكين بحجم صغير تنفع تكون مع المفاتيح في معاها علاق، ايضا الكودو ردت توفرت، سكينة لكي من شركة كولد ستيل، سكين بحجم سلم راح يكون فيها نصلين، واحد منهم سيريتد وواحد عادي، سكين راح تكون سليب جوينت من غير قفل عشان تقدر تستخدمها بكل سهولة، ومعاها كليب، بالإضافة إلى مقبض من الكربون فايبر والجعاب الموجود معه. بخصوص السبادة، توفرت بالحجم اللارج، سكين مميزة بتصميمها، بداية بمقبض من الجيتن بالإضافة إلى الألمنيوم. بالنسبة للمعدن المستخدم راح يكون معدن S35، سكين بحجم 5.5 إنش، وتقدر تستخدمها بأكثر من طريقة وأكثر من مسكة. طبعا هذا الإصدار الأساسي من السبادة، وهالمرة وفرنا إصدار راح يكون بسعر أقل، نفس الحجم لكن المواصفات تختلف. بالنسبة للمقبض راح يكون بالكامل من الجيتن، وأما المعدن راح يكون من الـ AOS 10. فهذا السكين راح تعتبر من الفئة الاقتصادية من السبادة، وعندنا أيضا السبادة بالفئة العالية، فهالمرة تقدر تختار ما بين هالإصدارين من سكينة السبادة المميزة. أيضا ردت توفرت سكينة التالور، تصميم مميز وغريب. بخصوص هذه السكين راح تكون بمعدن S35 ومقبض من الجيتن، أيضا بطول نص 5.5 إنش، تصميم مميز ومقبض طويل يريحك بالاستخدام، وله عدة مسكات. الموديل الأخير اللي عندنا من ضمن التشكيلة هو موديل سبارتن، رد توفر بمعدن الـ AOS 10، راح تكون سكينة بطول 4.5 إنش، مسكتها مميزة تكون على كبر الإيد وثابتة أثناء الاستخدام. هذا الموديل عليه إقبال جدا عالي، ردينا وفرناه. وآخر سكين موجودة فوق معانا هي السبارتن بالإصدار الليمتد إديشن، موقع من لين تومسون، بالإضافة أن كل سكين لها رقم من ضمن التشكيلة الموجودة. فالسكين راح تكون بمواصفات مختلفة، أول شيء عندك الجيتن بالنسبة للمقبض مختلف عن هذا المقبض، بالإضافة إلى القصة الموجودة راح تكون ما فيها أي تموجات. بالنسبة للمعدن المستخدم هني راح يكون S35 بعكس الإصدار الأساسي الـ AOS 10. طبعا هني عندك رقم الإصدار، توقيع لين تومسون، والسكين راح تكون بنصل سيريتد. هذه كانت تشكيلتنا اليوم من شركة كولد ستيل، بحط لكم لينك بعد الفيديو تقدرون تطلبون من خلاله، أو تزورون الأفرع وتحصلون التشكيلة كاملة متوفرة عندنا. حياكم الله.